وما شهدنا له إلا بوجوده في المساجد يعني جزاه الله. لكن في مسألة زي ما هو طلب مننا إنه لو في خطأ صوبونا وهو كمان شنو؟ هو كمان عمنا يصوبنا وده كلام زول يعني داير الحق جزاه الله خير بارك الله فيه. سيد قطب العلماء لما يتكلموا عنه يعني ما يتكلموا عنه من فراغ. وصح كل بني آدم خطأ وخير الخطأين التوابون زي ما تفضل عمنا في الحديث النبوي كل بني آدم خطأ وخير الخطأين التوابون. لكن العلماء قالوا خطأ من خطأ يختلف. أنا أنت كلنا خطائين، ممكن يزول يقع في صغائر الذنوب ويتوب، ممكن يقع في كبيرة ذاته ويتوب ربنا يقبل منه. لكن في زول بيقع في أشياء أحيانا بيقوم فيها كفر وإلحاد، إذا تاب قبل ما يموت الله بيقبل منه توبة نصوحة، إذا ما تاب ودعا عليها الناس وسطر في الكتب ودعا عليها الناس دهين العلماء بيشنعوا عليه وقد يبدع بهذا الكلام خلاص. إذا كان فعلا هو مصر عليه وقالوا وتوفرت فيه شروط وكذا وكذا بيبدعوه مش بدعوين يكفروه طلعوه برا الدين، يبدعوين طلعوه برا المنهج الصحيح المنهج الحق. وإذا قال كلام كفر وتوفرت فيه شروط ده قد ده بيكفر عديل، إذا توفرت فيه شروط انتبهت الموانع. أما إذا قال كلام بدعة ودعا عليها وكذا وبدعة في المسائل الظاهرة قلنا ده شنو؟ بيبدعوه. وإذا قال كلام كفر وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع ده شنو؟ ده بيكفره. فالخطأ من الخطأ شنو يا جماعة؟ يختلف. في حاجة صغيرة ممكن من الصغائر بما في أخوي وأخوك، لكن في شيء أحيانا يكون بدعة يبدع به الإنسان بشروطي، وأحيانا يكون كفر يكفر به الإنسان بشروطي. سيد قطب وقع فيها تو من ديل يا تو قسم من الأقسام، قال من حاجات كده صغيرة ولا حاجات بدعة ولا حاجات كفر. أول حاجة سيد قطب في كتابه الظلال قال في كلامه إنه الآن على ظهر الأرض لا يوجد مسلم. قال سيد قطب في الظلال ولقد استدار الزمان كهيئته ولكن لا بد لمن ينظر، ولقد استدار الزمان كهيئته وارتدت البشرية إلى عبادة العباد ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن كان فريق منها يردد على المآذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فقد ارتدت البشرية. ده واحد. في كتاب المعالم اللي هو معالم في الطريق الصفحة 120 إلى 125، والكتب دي كلها موجودة في الدار السودانية للكتب، يعني حتى لو زول قال انتم طبعتوه الحمد لله الدار السودانية الكتب دي ما تبع علينا خالص ولا عندهم شغلة بينا ذات. في الدار السودانية للكتب كتاب معالم في الطريق الصفحة 120-125 سيد قطب في الخمسة صفحات دي أول حاجة قال حكام المسلمين كلهم كفار، واحد في مسلم ما في. قال والشعوب اللي بتزعم لنفسها أنها مسلمة هي أيضا كافرة، قال لأنها رضخت إلى حكم هؤلاء الطواغيت كلهم. أي زول على ظهر الأرض كان شعب مواطن ولا حاكم مسلم عند سيد قطب كفار. من هنا من الكتاب ده والكتب دي طلعوا ناس التكفير والهجرة بقيادة شكري مصطفى وغيره أيام عبد الناصر، قروا الكتب دي. عشان كده السعودية الآن لما لقت داعش وما داعش تكفر المسلمين وداك التيمان الاثنين الفرياط الضبح أمهم بالسكين وطعنوا أبوهم وطعنوا أخوهم وخوتهم وضبحوا أمهم ضبح الشات كتلوها في الرياض قبل أيام، وغير من والتفجير اللي عملوه جنب حرم الرسول صلى الله عليه وسلم جنب المسجد النبي قريب من قبر الرسول ذاته كتلوا فيه مسلمين قالوا ده جهاد الله أكبر ناس داعش. السعودية لما لقت الأعمال دي بدأت تفتش الفكر ده الجذور بتاعته وين يا شيخ؟ وين أصلا؟ الجذور بتاعته لقيتها في كتب سيد قطب. سيد قطب قال إن طريقنا هذا ليس مفروشا بالورود والرياحين وإنما هو مفروش بالدماء والجماجم والأشلاء والجماجم. سعيد حوي في كتابه في آفاق التعاليم هذا من أعظم علماء الإخوان المسلمين قال من لم ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين فقد خلع رقة الإسلام من عنقه.
كتاب قاعد عندي في البيت ولقيت منه نسخ في الدار السودانية للكتب في الطابق الأول بالناحية الشرقية تلقى موجود كتاب سعيد حوي في آفاق التعاليم. شفت كيف؟ سيد قطبي أيضا أنكر العرش والميزان، ربنا قال الرحمن على العرش استوى. سيد قطبي في تفسير الظلال أنكر العرش والميزان مع أن ربنا أثبت ذلك. سيد قطبي أيضا في كتاب الظلال في تفسيره في المجلد السادس من الظلال ذاته في تفسيره لسورة الإخلاص أثبت عقيدة وحدة الوجود. ما معنى عقيدة وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد؟ يعني بها الصوفية أن الله يحل في العبد كما ادعت النصارى كذبا وكفرا وزورا وبطلانا وبهتانا أن الله حل في من؟ في المسيح، فصار المسيح هو الله. شكرا ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ليه؟ لأنه قالوا حل بالمسيح. ابن تيمية قال من زعم أن الله يحل في عبد من عباده فهو أكفر من النصارى، لأن النصارى قالوا حل في واحد وهو عيسى، وهؤلاء قالوا حل في كثير من المخلوقات فهم أكفر من النصارى. سيد قطب أثبت العقيدة دي لما فسر سورة الإخلاص في المجلد السادس من الظلال وحدة الوجود، وقال ده قول المتصوفة، وقال هذا هو الحق. العلماء لما ناقشوا كلام سيد قطب ده قالوا ده يدل على أنه مسكين ضائع في التفسير. التفسير الصح بيكون كيف؟ التفسير الصح الذي يكون بالرواية والدراية وبالأسانيد. لذلك أجمع جميع علماء الأمة الإسلامية على وجه الأرض أن أعظم تفسير كتاب يعني مصنف مكتوب لكتاب الله عز وجل من الكتب المصنفة هو تفسير الشيخ المفسرين منه الطبري، وأنت تعرف الإمام الطبري. بعد ذاك ابن كثير قام شنو؟ شال منه واختصر منه، عمل تفسير القرآن العظيم. بعد ذلك تفسير البغوي، تفسيره صحيح حتى بالأسماء والصفات صحيح، وتفسيره صحيح 100%، وأضواء البيان في إضاحة القرآن به القرآن، وغيره من الكتب الصحيحة. أما تفسير الظلال هو كتبه من خيالاته، كتبه، وحتى لما كتبه بدليل أنه كتبه من خيالاته، لما جاء تكلم في سورة القصص عن موسى عليه السلام قال لنأخذ موسى، ما بيقول عليه السلام، راجع الكلام، لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. بالله عليكم يا جماعة، لو الآن أنا قلت أبو واحد فيكم مندفع وعصبي المزاج، قلت لك مثلا أبوك ده يا فلان أنت مندفع وعصبي المزاج، يعني ما عنده أخلاق، مش كده؟ ومستعجل وزول عصبي وغضوب، يعني ما ترضى الكلام ده، وتاني ما بسلم عليه أبدا. والله أنا قال لو اعتذرت لك تاني ما بسلم عليه، صح ولا ما صح؟ فكيف زول يقول لنبي الله موسى كليم الله؟ ربنا قال وكلم الله موسى تكليما، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. شفت كيف يتكلم عن موسى كلام ده؟ يطعن برضه في تفسير الظلال سيد قط في سيدنا سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام، وفي نفس تفسير الظلال يشتم معاوية وأبو سفيان أبوه، ويشتم عثمان بن عفان في الظلال وفي كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام، وموجود طبع دار الشروق في الدار السودانية للكتب. قال الناس الكتلوا عثمان بن عفان، ده سيد قطب، قال الكتلوا ساروا عليه وديل، قال ثورتهم على عثمان ده تعتبر فورة من روح الدين من روح الإسلام. سبحان الله، مع إنه الخوارج ديل حيقتلوا عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم اتنبأ بهم كما في الترمذي، في سنن الترمذي، قال يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني على الحوض. سمى الرسول صلى الله عليه وسلم القميص هو الخلافة، قال له في ناس حيجوا داري يشيلوك من الخلافة اللي هم منو؟ الخوارج. سماهم شنو؟ منافقين. سيد قطب قال ديل لا ما منافقين، قال ثورتهم دي من صميم الدين ذاته، كتلهم لعثمان وثورتهم عليه. فالرجل أخذ من اليهودية، حتى قال حسن البنا شيخ سيد قطب قال إن معركتنا مع اليهود ليست في الدين إنما هي في الأرض. ونفس الكلمة دي قال راغب السرجاني، وده من جماعة الأخوان المسلمين، سمعته بأذاني دي في الراديو الإذاعة ذاته بتاعتنا دي، الإذاعة واحدة إذاعة الراديو دي ذاته بتاعنا ده،
قال معركتنا مع اليهود قال ما تظن انه في دين، قال دي في ارض. وربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، المله الدين يعني. يعني احنا مشكلتنا مع اليهود في الدين. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسد من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالموضوع دينه اصلا، هم ما شالوا ارضك الا لانه انت مسلم، لكن اليهود ما مشوا شالوا ارض النصارى الان، ولا مشوا شالوا ارض تابعه لاستراليا ولا غيره ولا غيره، شالوا ارض المسلمين. ليه؟ لانه بيكرهوك في دينك، وانت ما تستحق تعيش وما تستحق تسكن في الارض دي لانك عندهم ملعون لانك مسلم. ملكتنا معاهم في دين. فده ده ده ده, ده, ده شيء بسيط جدا من الشيء اللي حاصل. كذلك سيد قطبي في كتاب التصوير الفني في القران فسر وصف القران بانه موسيقى. دي مما يدل انه شنو؟ انه الرجل ما بياخذ من كتب السلف ولا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بها القران ولا من القران. يقول لك وقد جاء موسى داخلا الى هذه القريه وهي تلفت تلفت الخائفين العصبيين ويثوب الى نفسه سمه المتلفت المتفزع المتوقع للشر في كل لحظه. كلام زادت خيالات كانه زول بيحلم وبيكتب. لكن افتح تفسير ابن كثير يجيب لك الايه، يقول لك حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري، رواه مسلم، الامام احمد، ابو داود، النسائي، قال ابو بكر الصديق في الايه، قال عمر في الايه، قال ابن عباس ترجمان القران في الايه، قال مجاهد بن جبر، قال سعيد بن المسيب، قال فلان باصل تاصيل. عشان كده تقرا في التفسير تلقى فيه بركه صدرك ينشرح. اما الكلمه بتاعت القرناها من الكتب بتاعت الحديث والاسانيد، هم مش انه ده شيعي. عم انا ملاحظته والله ملاحظه جميله، وفعلا الكلام ده يحتاج الى شنو؟ الى بيان ولا شرح. جزاه الله خير، ويمكن هو قصد الحته دي. فالكلمه دي صح، العلماء مش قالوا يعني معناته انه الشيعي كويس في دينه، لا، لانه يسب عائشه ويسبهم المؤمنين عائشه ويسب الصحابه ويفعل ويفعل. لكن العلماء اختلفوا اصلا في قبول الروايه الاسناد من اهل البدع، لانه الروايه اصلا بتطلب انه زول يكون شنو؟ عدل ضابط. قال اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثل معتمد في ضبطه ونقله. يعني في قبول الخبر هل يشترط الا يكون هو زول صالح ولا يشترط يكون عدل وضابط، يعني ما ينسى وما يختلط وما يهم؟ هنا في خلاف ذكره ابن كثير قديم جدا في الباعث الحديث، في كتاب علوم الحديث، وعمل عليه الباعث الحديث احمد محمد شاكر، فذكروا الخلاف ده ابن كثير من قديم الزمان. العلماء قالوا بل قبول الروايه من الكافر ذاته صح ولا ما صح، ورجحوا انها ما صحيحه. بعد ذلك جل قبول الروايه يعني الاسناد من المسلم لكن المبتدع، فذكروا الخارجي، ذكروا الشيعي، ذكروا القدري، ذكروا كده. في علماء قالوا يقبلوها لكن بشروط، انه يكون عدل وضابط، وبغادي يكون في ثقات من المسلمين ومن السنه رووا ما يوافق شنو؟ الروايه، عشان معناته ده ما جاء من راسه، لانه فعلا الشيعي يكذب، ممكن يقطع من راسه ويقول الرسول قال. فجعلوا لها شروط اخرى تعضدها، وبعضهم قالوا ما تقبل. عشان كده انا لما ذكرته في الدرس لو تتذكروا قلت عند بعض العلماء شنو يا جماعه؟ تقبل كما نقل الالباني بسلسله الضعيف، عند بعض العلماء، ما قلت كل العلماء. يعني ده موجود اصلا، خلاف موجود. والكلام ده فعلا عمنا زي ما قال يحتاج الى بيان. والشيعه زي ما قال ابو بكر بن العربي قال والشيعه ليسوا من المسلمين. بعض العلماء بيعدوا الشيعه دول كفار عديد، بالذات علمائهم اللي بيعتقدوا العقائد الموجوده دي كفار عند العلماء كلهم. خلاص؟ لانه الشيعه بيقولوا قران محرف، بيسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، بيسبوا عائشه ويتهموا عائشه بالزنا، يسبوا الصحابه يكفروا الصحابه. كنا دايرين نذكر فائده نسيناها في الدرس، لكن كلام عمنا يعني اضطرنا لفوائد اخرى. جزاه الله خير، بارك الله فيه. بكره نشكر باقي الدرس وباقي الفوائد، ونشكره ونشكركم جميعا لحسن الاستماع والادب والانصاف. جزاكم الله خير، بارك الله. وصية القحطاني. لله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.